مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم؟ ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه؟ خلاص؟ اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بإيدك ادمت وبقيت عايز لعبة جديدة؟ زهقت ايه ولعبة ايه؟ أنا كبرت على الهبل ده يا اسطى كوريا. أنت كبرت عليا أنا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق. بقيت عايز لعبة أغلى وأكبر من اللي في إيدك. بقيت مسترخصني، راكني على الرف، تلاقي مرمية وقت ما عاوز أرجع لها تاني هتروح فين يعني؟ أنت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبة في إيد مين؟ ده أنت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكة آخره في إيدك يا كوريا، لا عارف أروح يمين ولا شمال، إيه اللي مضايقك؟ آه هي دي الفايدة بقى. تمام. زهقت مني يعني؟ ماشي. سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا، كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي، حاضر يا هيما. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز. وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيما. امين؟ نتجوز يا كبدكي؟ نتجوز؟ نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده. ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها؟ ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيما؟ لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. ولا لا حاسس الشندوتش يا ولا بتغرقوا ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتيره؟ الافتيره اللي انت بتعمله ده هو الله، الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطالع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوق. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق. والله شارده وعمال ادور عليها. خيب على الرجاله. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق؟ البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنانك. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت واسناني قربت تقع. يا سلام. انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ هو الواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. ده انت غلبان يا سوكا، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوكا؟ اقول لك حاجه؟ طب والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوكا، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتعض في صح. سلام. الكوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس في نومه كده. هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه انت طايقاه ازاي اصلا. يو بتحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعت المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله
انا غلطانه اني استعنتك واستقبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول البرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقرة. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسيناس ومحترمه. لا وبصراحة مفيش أنضف من كده. وإيه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. أنا من السنترالي يا أخويا تخش تعمل مكالمة وتمشي. لا سنترالي يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب أحسن من الوحش، وزي يا حبيبتي ما أنا وأنت دخلنا بالسرسبة هنخرج بالسرسبة، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي في جسمه؟ وعد له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قدي. يلا يا عم تعاون نغور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا ست نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجاله كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي؟ خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا ولية؟ أنا مش قلت لك أرجع منين؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني؟ اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة، أنا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحملة رزالتك. أنا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بأمان الله بأدب وكرامة بدل ما اطردك وألم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشوية السكان معفنين، أنت ولية خاينة وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص، ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك، انت عامله قلبك عليهم يا ولية يا خاينه. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرق. مش هتلينا مسوق ده. يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي اه يا مجرمه. خدي استوري نفسك، خدي خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتذل كده ولا ترمي الرميه دي؟
ده انت لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انت في بيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك ومبقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرغك يا قاريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمك يا رشا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال، جكتعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا.